الزلزال غادي يوقع. يلا حطيت هذا بدل الاشهار واحد الصالون وانت تجي منها والله
انت قالتها. والله لا قالتها والله. واسمعي واحد الطريق نتفاهم جدك، واسمعي واحد الشركه كانوا غيخدموا معاك وقلت لهم راه صاري كنت تخدم تطلعي الناس لي الله بادين راه ماشي تتشبد بزاف عليها حاشاها ومشاها والكلب ما يتعشى. ويلي 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 ولات القصه واش ديري راسك. يا كاريضا هاوي سمي بوايات ما تسميهاش، ما تديريش لها الاشهار ما تسميش المسخه بنت المحسوكه بنت الزرقاء. الزرقاء قولي الزرقاء الزرقاء المسخه خوتي هذيك الزرقاء اكبر لا بغيت تكون ديال اهل سنة عود تدي يلاه المسخه الخايبه. متى جبدوكم متى نهضروا عليكم كيفاش اهل سنة عود في غتعودي ما عادش البلاصه حبي انا بغيت نمشي نخدم في دبي يا اطالوني ما نكرهش واش تخليني ما بغيتش دير لي الفيزا لدبي ما بغيتكش تمشي تديري داكشي اللي تيديروا البنات ما انت هي انا ديال مراكشيه كريده كما كيعرفهاش ما كتعرفش انا ديال مراكشيه اللي كتبيع الصوره عليا انا السيف نوريهم ليكم خوتي والله ويوصل اللايف غنوريكم الصوره ديالنا خصيت لك الانستغرام ولا شي حاجه صح ما نحطهاش صافي اختي الثور عرياني سولي المتابعين هو الاول خذ وريكم الصور ديال الضفدع وطريق السنان طريق جد وهبي هو دخل حبي مساء الخير عليك راك غير حدايا جد وهبي مسوية عندكم الحرب في تركيا لا هذا عز الزلزال شوف كي تكوانسه شوف كي تكوانسه ناري خوتي عندهم الزلزال في تركيا تركيا تتمشي وتجي واش كتعرف هذيك نادية المراكشية اللي طلعت تسقحب في دبي عرفت هذيك الدرية هي وامهم هما جبنات وراه طلعات امهم كتسجل فيهم مع واحد السعودي الله يحسن ويلي ويلي على فضيحتهم كانوا كيشكيو ويبكيو على المغاربة وما عندنا ما ناكلو ما عندنا ما نشربو فقراء وضعفاء حتى شدوا الطيارة ديريكت لدبي يا الله خليهم يديروا حبلهم غايت فرما تفرات اما الشارفه ديال القرايه وداتها هي اش ولات دايره صح كيفاش علاش كنهبط ونطلع ما عرفتش يعيطوا ليك ابونا وعندي الناس حبي دير ميوت راجلي بلا تخلينا نهضروا على قريه وداك المسخه الشارفه المهتوكه الناس كتشرف وتسوم وهي كتشرف وكتزيد تهبلت لبس المينيات اش دارت هذيك القريه وداريضه نصابه نصبت عليا فاش نصبات عليك وين نصبات عليا بجوج ماكن وخواتم ديال الذهب وبراسليات اويلي دابا الا دعيتيها ما تردهمش لك غندعيها راه غندير بها دعوه ويلي انا طالوني ما عرفتش مالو ناري يا طالوني طالوني راه عندهم الزلزال الدنيا تتمشي وتجي دابا عندهم الكونيكسيون كتمشي وتجي مسكين الحمد لله ما وقع ليه هو والو خوتي دخلوا لي عند رضا مسكين راه نصبوا عليه في الفلوس ما خلوه فاش نصبوا عليه هذيك قريوده وبنتها السحاره المسخوطه المهزوكه انتما شو حطيت لها الصوره هي وداك ام باروكات حطيت لهم الصوره باش نعلمهم هاد المره يترطاو هاي 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 الحسي المسخه المهزوكه المشروكه ما حشمتيش تتطاوى لينا على اسيادك الا حريوده صاحبتي حبي الحكومه خليك بعيده خليني مني القريوده وهذيك الام خصها تنصح بنتها هي زايده فيه كتشوف الفاسقه ديال بنتها اللي حابتها اش خصني خصنا نربيهم الا هما ما مربيش خصنا حنا نربيهم واخا حتى حنا خصنا اللي ربينا ولكن سمحوا لي اختي مراه شارفه حريوده في عمرها 70 عام ولا مع 49 ولا 47 ولا لا عندها 53 عام في عمرها السيده في عمرها 53 عام وهذا كدور ليا من الزنقه للزنقه نصبوا على السيد فلوسه راه سبابهم دخل الحبس علاش هو دخل مسكين المهم ماشي مشكل دابا الحبس عادي راه سيدنا يوسف مسكين عليه السلام ودخل الحبس ظلما السيد دخل الحبس ظلما وعدوانا رزوا السيد في الكاريال ديالو ما داير لا بايديه ولا برجليه تركهم في قناه سبابهم ومشى فيهم قناه مليون دابا مشى فيه القناه ديالي شحال كان فيها نص مليون ديال ابوني اخوتي مشات لقناه اليوتيوب بسبب قريوده
وبنتها الحسين عسير خازل من سوكا مشروكا وطلع على الفروقة. يلا بزاف اختي هادشي سمحيني يا جوي ديزولي انا غادي نحطو اليوم انا ما تشدينيش الحكومة هاي كتجي منهم حقك مظلماتك كل نهار دايرة عليك لايف كل نهار دايرة عليا لايف المسخة بغات تكمل مليون في تيك توك حبيبتي حنا كملنا مليون في تيك توك هادي عام باش كملت مليون في تيك توك بغات تكمل مليون في تيك توك على ظهري وبقات تعاير 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 هي كملاتها دابا ماشي مشكل في المليون المشكل اعفت العيالات هو انك انت وحده ممسخه تزوجه وتمارسين الضعاره في الخاص مع داعم يدعمك ودلائل وما بغيتش نحط صاوع على وجه السيد هذا راه هادو الشرويه هو اللي رغبني وقال لي ما تحطيش لا لا ما تحطيش الله يسهل عليك على وجهك اقسم بالله العين العظيم راه انا راني تفوريت عليها باش لا 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 الله يسهل عليك ما تحطيش ما تحطيش مشاركه مع الطعام بغيت اخذ ديك الشاورما اللي كليناها في تركيا تحشلها بركابي ان شاء الله يا ربي نطلق حبان مالك انت كتشوف شكون حبي انت راه خصني نديرو انا وياك شي حل راه ضروري خصنا نعيطو للنوطير باش نكتبو داكشي في سميتي راه الوضع ما بيطمن تما في تركيا ايوا اختي راه اللي دار الله هي اللي تكون على حنا نخافو من الزلزال باش نخاف من الزلزال اويلا خويا ماشي لان انت مشيتي ولا شي حاجه الدوله تعطيك التعويض على املاكك والى اخره شنو باش مشيتي دابا تخصي نادا ولا رمزيت اختي الصغيرة اللي تلاقيتي بها كايلة مت راه كاين هنا واحد الحاجة عطيها لصاري كول الحوايج اللي نسيتي هنا قدام جيتي بوتيك يا راه ما تبقاش تهضر راه ولد بدا كيدور عاود تاني يا ربي طيح هو ما طيحش انا ويلي الصورة تكوانسات بان ليا اني بدير هكذا بحال شي بنانة ها لا يا وزع فن ما شاء الله عليك هكذا من والله صوفيا دوي زوين اما انا بطل قود بحالاتي اش معك الله يا وزع قلت اخويا مالك انت تدير هكا علاش حطوا لي هاي دار اخويا تهضر فيك اش كتهضر فيها شي هضر تقرا اشوف هذاك خايب الصفه عاد قلت انا بزاف عليك تحمقوا عليا الناس وتيبغيوني سكوت لما كل عزيز لك الدوسي اخر ما خدات ما خدات كربع شهور كملوا هاد الشهور سقتي يا امو بزاز سقتي اجي نقول لك صاري كون طلع لي واحد الولد الصليعه بغى يشوف صوفيا طالوني ولا طلعوا اسكندري اسكندري طلع لا لا خصو يخلصني حبي ما كنطلعش بلا ضريف وضريف انا انا باغا نشري الذهب انا مالي واختي باغي نشري الذهب راه شرينا الكذاب المره الاولى سرقوك المره الثانيه هو عندك المره الثالثه واخد ليا السلسله والسوالق ديال بنكلي والخاتم فين هو ها هو والبراسلي تاخذ لي اكثر واش انت باغي تزوج بيه باغي تحب لي انا نقول لك من الاول فينا هو راه هاد الشارت نهار ما صحتي قول لي ديري معايا الولاد باش يورثوني خويا شكون هو هذا انت يا هاد الشيء بالراس عطاو لي كراجلي خوتي شوفوا انا وطالوني تفرقنا الصراحه لان علاش تلوم بقاو تفرقنا خويا واش كري لي عطا خوتي خلاني في لبنان نعطي الدابا رخيص ديال الشيميلات علاش خليتيني نعطي بلوطر ونمشي ندير الديسكو ديال الشيميلات خليتيني مع فاطمه كتصلي صدعت لي راسي راقيه من الليل علاش اخويا يا اختي مشيت تفوج على راسي علاش انت انت حبي انت اناني انت انت واخا انت زامل اناني زامل اناني انا صار يكونوا ما طلبت لك هذاك الدار حياتي اش طلب حبي انت يا توتوبسيون سمحي لي راه وزعما شي معاشي كيفاش شي معاشي ايوا ما بقى باب مفتوح كلشي محلول طالوني اسمع راسك راه غادي نشدح اسرارك معنا اسمحي لي دابا الواحد ملي غيعطي الدهالز ويعطي الكارتي ويعطي الدوبة كيعطيها لوحدة باقا بنيكتها ماشي بوحدة راه بصحال من ميكا وجاية اويلي رضا فين كتمشي كتغبر علينا واش كيعيطوا لك خويا هذاك الدري هذاك الدري الصليعة قال لك راه تلقى مع صاري الكول في شي قهوة سميتها موبيلا موبيلا في اسبانيا ولا فين؟ شوف صوفيا صوفيا
مدرية القاع. شنو؟ مدرية القاع. سمعتي شنو قال لها صاريكول؟ صاريكول؟ سمعتي شنو قال؟ ما تخسرش الهضرة في اللايف. لا ما نقولهاش أنا الهضرة، ما صعبتي صاريكول. قال لك مدرية القاع زعما تينيبويا جراندي. كين تيني بويا جراندي؟ الاميغو دي ريدا كي سياما سليعة. جو نو لو كونوسكو داي فواز برو جو مي غوستاك اخويا. ترجل. صافي. الحمار ما تقولش تقولين انا كنت في اللايف را طالوني اجي نقولك علاش كتبقات هدر حدا الناس كتقولي يا واسعة راهي صحاب لهم ديال بصح جمع فمك ورد بال لا حبيبتي ما واسعة انا ديالي اللي صغير. ايوا حبيبي بغيتيني نسترك اللهم نفضح راسي هانتي سترتك دابا ارتحيتي. واخوتي وانت عندك صغير وانا ما كنت كنحس بوالو فاش كنت كن مخطوبين انا ماشي شغلي الناس تقول لي بغات تقول انا وياك مخطوبين. واحبي راه بصح ما كنتي كتحسي بوالو بصح راه واخا درت لك العمليه ودرت لك كل شيء والو الله يكون في عوانك. كيفاش الله يكون في عواني؟ ماشي الحب مشى لك الاحساس مشى لك الزوانط. بزاف عليك الشارف المسخ. شارف وكفت انت حبيبتي كيخرج ليا الشيب شارف كاعك خرعت بحال الرضا ولا هاد الشيب راه باغي ندير الزرعه وعمليه الانف راه غنجي يدير ليا نيفي وغادي يدير ليا صافي مصافي رضا غزال غدير لي صافي الاشهار دابا انت دير لي شوف غدير لي اليوم العمليه غدا يفوت يقول لك شنو كتبلا دلاله بلا صباح بلا عيد اويلي بعدا انا جبت رضا كوني على يقين غادي نتشوه. غدير البوز ما يشوهني لا خوتي. جيت نهضر في واحد الموضوع جيت نهضر على عرس الحسي اللي مشات شرات البر. اسكت انت انت ما كتجي منا واش انت طامع حداك هذاك هذاك اللي تزوج بها ام باروكات هذاك راه ما كيمشيش مع الرجال هو كيبغي غير اللي يعطيه هذا فيما انا نجي نهضر انا تيزيد زعما بحال اللي تيتمسكن ما عندوش تاع الريزو هو ضرب لهم الزنزال في اسطنبول. طالوني يلا طالوني. الو تركيا الو اردوغان يلا الو اردوغان. شوفي دابا هاد ولد اردوغان اش داير اختي عبر عليهم اردوغان. قلت لكم اخوتي بغيت نعرف حاجه وحده انا اللي بقى فيا فداك اسكت انت وتهضر انت غادي هاد الليله غادي تلقاني تما واقفه عليك انا ساكته. تخيلوا معايا اخوتي هذاك المغني نيدو بالحليب بغيت نقول بغيت نقول نيدو بالحليب وحياته كامله وهو تيجري على الكاريال ديالو بقى غادي غادي حتى وصل عند ايلي بنت ستاتي ما شاء الله ودار معها ديو الاغنيه نجحت لهم في الاخر ضرب كل شيء في الزيرو هذاك نيدو بالحليب ومشى غنى في العز ديال الحسين شاليه الكاريال في دقيقة خوتي شوفوا الأخطاء اللي كيرتكبوا العرب في دقيقة السيد كان غادي يزول في الكاريال ديالو كيغني بداو كيعيطوا ليه الناس في أوروبا ما شاء الله صوته رائع هكا دابا نيدو بالحليب خرجتي على راسك ولا ما خرجتيش على راسك؟ إيوا خوتي شنو غندير فيكم أنايا؟ قالتها كتنقز وقالت لك أنا وأنا وأنا شوف نقول لك واحد جوج كلمات أنا عندك هي وديك الزرقاء مولات القصة غادي يعيشوا معايا أكفاستي وأنا في حياتهم أجي نتايا كاين شي مرقدي وغتقطع ليا البيخ شي فلوس ندير بهم الشوبينغ عاد نجي ما تبقاش مصدوم كتشوف فيا. مرحبا حبيبتي انا ما نخليكش تطلعك مع تطلعي مع السعودي امري وانا نغامر خاله طيبه ويلي طلبي الصاك اللي بغيتي يوصلك احبي علاش لا ما بغيتش الصاك بغيت انا نجي على حبي قطع ليا الطياره صيفط ليا شي 1000 دولار ندير بها الشوبينغ انت راه بغيتي تحرم معايا مؤخرا واش كتحرم قال لي فاطمه قطعت تجي في هاد اليومين قطع ليا لو بنتي اخويا الباك اللي بغيتي تجيو بعد غدا قطع ليا جا لو بنتي ما تقول انا ما خليتش بنتي ورايا قلت لك انا الشارف واش غادي تهضر قدام الناس تقول درنا لك شي كلاس في فوتوي اخوتي هذا انا غنهضر نعاود للناس غيكرهو لا صافي راه كيبغيو لونا صافي واش نقطع لك بعد غدا انا ولونا انه تحت تهديد حياتي اي بعد غدا انت ولونا تجلسوا معايا يومين بارك صافي غير يومين نارسوس جاي صاحبي فهمتي كيفاش؟ نارسوس بغيت نسافر جاي عنده صديقه جاي في الدرا
اولي لا 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 حبي رضا هو راه تاب ما بقاش كيدير داك الشيء، ودابا راه تيمشي غير معايا انا. دابا كملي لنا الموضوع على السيده اللي معاك. شكون؟ لحسين. لحسين لحسين مصطفى اللي صفات في المنصف المغرب. بلات راه باقي ما طلعوا ليا عليها، تيطلعوا ليا جوادي باقا ما تقراتش. لكن الزنزل لا اذا ما نمشيش اخوتي ياكو. كنت باغا نمشي انا وبنتي ساعه دابا خفت. خوتي هطلوني عصبني اللايف تيمشي ويجي معاه. يا سلامه يا ربي عندهم زلزال قال كاين مشكل في تركيا اللايفات كينزلوا. حبي راه قالوا لي عندكم الزلزال واش انت حبيبي باغي تقطع ليا انت باغي تمشي وتديني معاك؟ وما كي اختي غنمشي للشهاده. لا اختي لا ورث لا مورود سير بعدا تاخذ لي انا الورث. ايوا اجي ما تعرفي انت غنتنسي في الزنقه باش نموت انا بيضا وانت تجي تدخلي تعرفي الفصاعه فين كاينين. كيفاش نبات في الزنقه؟ زعما ما تباتيش في الدار باش ما طش عليك الدار غندير لك كيطون حدا في الجرده. لا لا الله يعطيك الدل هذيك العماره اللي انت ساكن فيها ماشي من دوك العمارات ديال صاحبتي ما ديك راه صحيحه. لا ساكن في البني الجديد. ساكن في البني الجديد. والزلزال فات حبيبتي مشى. واخا دابا الا جيت انا ولونا شنو باقي ناقصني باش تشري لي؟ خصك تشري لي هذيك ديال الطقم ديال الماعن راه ما خديتهاش لي ندير فيها الحريره. فين غنحطها للناس اللي غنحطها لهم في السطل؟ ياك ما حطيت للناس الحريره في السطل. والله باك دوتي فكرتيني فيهم بقاو لهم راه خصني نمشي نشريها. شري وحده لي وحده لك صاحبي وحبي ما انا عجبني هذاك الطقم ديال الذهب ديال ديوغ الا بغيتي نمشي ناخذه. رضا حري ودا تشري ليها وصاري كلها. لا يكون تحوزي بيا. لا خويا انا مخطوبه. ولي طمع في الاوراق. حبي انا راه مزوجه بك انت فين كنعرف انا رضا؟ رضا صديقنا غادي يدير لينا في العرس وغادي يدير لينا هذوك انا مع الربحه بقاو سعداء. انا مع الربحه الا تزوجتي برضا ويشري لك الدابه انا موافقه. يلا داري ويلي قلبتي وجهك عقل راه ما ندوبش ما قلبتش وجهك غير انا عزيز علي نتقاسم مراتي مع صاحبي. ويلي لا نتقاسم ويلي حطوفيا باغي نبدا عليا رضا باش نقصد الطاب الزرقاء السنابره اش نديرو معاها ولا ما تفوتناش. دابا رضا بحال تصدم راه واخا تقسمها معاك راه عارفك انت برا كثار منها ما دير ليها والو. بزاف عليك ولا بزاف عليك اما انت اللي مرا داير بزازل. انا مراته برا كثار مني ويلا انا رضا عطيه الله يجازيك راه بو بزازل ما تيحشمش هاد بو بزازل هاد الشيء بالراس باينك تقلب نرجعك عاود ثاني. ودابا انت خليتيني البلاط القصه الزرقاء واش تلصق فيا انا؟ ايوا انت تقول لي انا مرا اكثر منك اخويا سلي مرا انا راجل بغيتي ولا راجل؟ راك راجل اخويا دير طق في راسك راه عارفين. عايزين نقول لك اشنو؟ دابا شناهو دابا؟ اشنو؟ دابا اش درنا مع مولات القصه؟ مرات القصه غدا موعدنا احسن لايف باش نعلمها تجبد لالتها وتقول عليا انا مشوه. وقالت لك عدا الكاريير وعدا للروتور في الاشهارات. اش عندها مالها هي سميتها باج الحكومه ولا اوت بلوك عرفت اوت بلوك عاود. قالت لك عندها الروتور. قالت لك عندها الروتور احسن منك. ديالاش الروتور ديال القحوب يمكن حيت هي وهذيك هذيك السفريطه راه غير كيضربوا في البلانات من بلان لبلان الله يستر. يا لطيف المغرب مسكين شنو جامع لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يخ خنزة المحتوكات المشروكات ما كيحشموا. وي 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 لا لا طلع معايا حشا وما شاو الكذب ما يتعشى. وراه تنادى مصوره ما تحيدهاش من لا اختي
تكونش مشهوره المشوه على الخنزير المتوكه. لا ريفه طلعها طلعها نعيروها في مباشر حسن. لا لا خويا ما نطلعهاش، اش نطلعها باش نتحاباو عليها؟ شوفي انا شوفي انت وراجلك هي وراجل ماماها. لا كان مالك تبلوكا عاوتاني. لا لا حبي ما نطلعهاش معايا. لا ماشي كيكمي هذاك الشيء كيف هاي 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 طلعها العام حبي لا ما نطلعها. طلعيها 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 تقابلت هي وياها. ايه بصح وانا انا اريد القودات احنا غادي نعطيكم التنقيط النقطه. وريدة عنده تجربه مع القوضات. يلا دير مع واحد القاضي دابا امك تاتي راه عندك التجربه الاولى في المحكمه في الكوميساريه. لا اخويا انا قلت قالوا لي درتي لي التنازل القاضي باغي بان انا غادي نشوف لي شي حل. لم الو دابا طلعي طلعي نادى نصالحوكم. لا 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 ما نصالحوهمش. طلعيها على الصدان انتوما وياها غنهبطكم جوج بينكم. صافي 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 طلعيهاش ما طلعيهاش ما طلعيهاش ما طلعيهاش. هاي 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 ويلي تغديري بدك تبل. لا لا ما طلعيهاش ما حشمتوش. لا ويلي تغديرو بيها ويلي طلعي الله جري غير سبتك غدا 500 صورة. ايه 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 هذاك المسطح متقوم ما تجدوش ليا في اللايف. المسطح ما تطلعوش الله ينعل المسطح. والله لا طلع علاش تبع البولد وانت علاش كتسبوش ذلك كنت عاود ثاني ولد الحرام وخلوين هذاك. انا مسكين ديما كيعيط ليا كيعطيني اسرار ديال الناس وكيفضحهم ظريف. شحال عاود ليا على بنانه وعاود ليا ويمشي راه التعاود راه محشي ومرشي فيه. خبركي لك كثير كنعرفوا ان بنانه كيهز لابو ولكن انا اللي باغا تصرف ليا مولا في القصه المسخه اش قربها لعندي. شبعت فيك معيون أتقربك عندي يا مولاك القصة يا المسخة. أتقربك عندي شفت لما تقش شوف لي ودير فيها شوف الظلام ولي زعما كتبغي تقرصني نسكت صافي. لو مبقيتش كنعجبك مبقيتش باغيني جري عليا. لا اختي قبل بعد تأيد ليا في الخط وتقول لي ما تبقاش تطلعي تسبي انت راه المنبر الاعلامي ديال شريكتي انت. انا خويا خليني ندافع على راسي. لا ديري الشهم ديري الشهم ديري الشهم. واش دابا انا هاد مولاك القصة هاد صاحبة الوجه العوج اللي كتجبني انا علاش اختي غتجبني انا علاش تقول علي انا مشوه علاش كتقول على راجلي انه مشوه. واش انت توصلي لراجلي صاك ديال لويس فيتون بحال الناس ما عندكش كتشري من القراع على المدرح وتقولي وصاي تبالي على الناس. المسخة امولات القصة صاحبة الكرش المدلية افورمة الدرفيل سيري تركيا ديري الشب. اي 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 انا لالك بنت سيدك كنمشي ونخلص فينا مشيت نخلص الغدا والعشاء كيسكنتي لي هاد داك الصاك وديك القصه قدامك وغادا من القهوه القهوه تفطري هنا تغطي هنا تعشي هنا ديري الكوتي هنا. اي 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 معيور ما خلاتش ليك. الله حبي بصح بصح شبعت فيا معيور. نعم ما قالت والو صاحبتي مولات القصه. الحكومة دابا ما فهمتش دابا الحكومة كتقول لي ما قالت والو فيا راه صاحبتها تجي منها وانا كتخلص الحكومة ما حدك كتخلصها ما حدك تدافع عليك. هي دابا تقلبت على لانجري حيت حيد ليها الشهرية. الحكومة خليني بيني وبين الضفدعة ديال مولات القصة انا كنقولها لك. لا حكومة تدافع عليها تكون الضفدعة الضفدعة كلاس كتكون بحالك كرهها دجالة محروقة. كملت جالة. هي وهذيك القاتلة قاتلة جوج رواح. اويلي هذيك هي الفوكات غير قاتلة جوج رواح قاتلة جوج رواح تفكيرية ماضيها ماضيها اوسخ من الماضي ديالي انا واخا عندي الماضي موسخ ولكن كثار شكون هذه العار؟ واحدة واحد المونيكا هذيك المونيكا شنو كيعيطوا اليوم؟ باربي. المونيكا ديال باربي راه عندي بنتي خديت لها واحد باربي طلعتك متقوبة من اللور من القدام. ويلي 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 هذيك السفريطة القرشالة راه قالوا لي كانت ليزبيانة هذيك كانت. ويلي 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 راه دايرين عصابة هادو في المغرب. ويلي راه اللي سرقات الراجل الكاوتر ديال طنجة كان غيتزوج واحد طنجة وي مسكينة كاوتر كان جاب ليها الذهب وجاب ليها كلشي وطيراتو ليها اقسم بالله. دابا هذيك طنجة وي راه هي في فرنسا مسكينة بالفقصة حرقات. نقول طلعت الولد صاحبتي
اختي مفعيمه والطلعي باغي يدوي مع صوفيا. شكون؟ صليعه، واحد الدري صليعه. ما كنعرفوش اختي، لا ما نتقلب عليك انت. كيفاش قلتي لاختي واش بان لك هذا الزين كامل وهاد الراجل كامل تقولي لاختي؟ باش يحشم عليك. بغيت نقول خويا رضا. ايوا هكذاك الله يرضى عليك. دابا اش غندير مع هاد الشارفه؟ كيفاش غنرد هادي ونرد شغلي؟ اش نقول لك؟ بصح عندك عليها فيديوهات وداك الشيء. اه قسما بالله العظيم. دير لها الشوها. غدا غندير عليها الشوها. اش نقول لك؟ ها ويلي انت غير طبق واحد راه غادي تهبلها، تخليها كيلعب الا ترمي حوايج مراعاه. لا دابا خليك حتى التهبيل، بقى هي. لا لا ولكن انا راه ما عندك سليباتي، راه هي كنتي كتمشي معاها كنتي كتخرج معاها. ها طالوني ها طالوني. السيد راه نصب على السيد في جوج ماكل، واش منيتك؟ راه نصب على السيد. وثلاثة البراسليات وخوات مكارتي ديال الذهب ديال الزواج. ويلا راه حشومة راه عيب. هادشي كامل وما فهمتكش، انت مرة كبيرة قد امك وعطيها الداز كامل. ليش غادي ندير ليها؟ عندها الكاركيل الكاريار الكاركيل شنو الكاركيل هذا؟ ما عرفت اختي. انا هذيك مولات القصه غادي نحطوا ليها مزيان. هو طالني مشى خوتي. غادي ندوز دابا ندير واحد اللايف تيك توك. دوزوا كلكم لعندك بسولية. اي ديو اجي نطلعوا في التيك توك، نطلعوا تحدي. اه نديروا تحدي حوفي نوفل كيت، حيت قلت مع العشرة نمشي نطلع نوفل نيس ما كاينش. ايوا صافا حبي خوتي، دخلوا عند رضا مسكين عفاكم، دخلوا عنده، يلا ليا فراسك حبي يلا.